الكل يدعي اليوم قتاله لداعش ويدعي أن داعش إرهابية وأن داعش تقتل وأن وأن، ولا نعرف لماذا داعش بهذا الحجم الكبير، بهذه الآليات، بهذه الاستراتيجيات، بهذه التعبئة العالية، التعبئة التي تعجز عنها دول في التنظيم والتخطيط والتعبئة. نرى هذا الزخم الهائل لتنظيم داعش الإرهابي، ونرى تقف اليوم التكنولوجيا العالمية ومنظومة الصواريخ العالمية ومنظومة القبب الحامية لسماء بعض الدول تقف عاجزة عن أن تحد من سيطرة هذه العصابات، التي هذه المجاميع التي الناظر إليها للوهلة لا يراها أنهم شعثا غبرا لا يفهمون شيء في فنون يستخرج النفط ويكرر ويبيع. نعم، وهذا الموضوع يحتاج إلى أدوات نقل. نعم، بالتأكيد وينقل وإلى خبرات ليست بالسهلة، خبرات تكنولوجية عالية، خبرات على مستوى الإنسان، خبرات تشغيلية. نعم، على مستوى الإنسان، يعني هذه بحاجة إلى ناس بغض النظر عن الآلة، ربما الآلة قد يستطيع أن يجلبها.